أهلا بكم إلى عالم الاقتصاد. انخفضت أسعار النفط اليوم على الرغم من أن السوق تظل قلقة إزاء التهديد برد عسكري على هجومين على منشئتي نفط سعوديتين بعدما قاد لأكبر صعود للأسعار في عقود. وانخفض خام برنت 30 سنتا ليصل سعر البرميل إلى 68 دولاراً فاصل 72 سنتاً، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57 سنتاً ليصل إلى 62 دولاراً فاصل 33 سنتاً للبرميل. وكانت أسعار النفط قد زادت خلال اليومين السابقين بنحو 20%، وهي أكبر قفزة في نحو 30 عاماً. أعلنت وزارة التخطيط في العراق ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال شهر آب الماضي. وذكر المتحدث باسم الوزارة عبد الزهر الهنداوي أن نسبة التضخم في شهر آب ارتفعت بنسبة 0.3% بالمقارنة مع شهر تموز الماضي، حيث بلغ الرقم القياسي العام 104.5%. وأرجع عبد الزهر الهنداوي زيادة معدل التضخم بالارتفاع أقسام السكن والتعليم والأغذية والمشروبات والمطاعم والفنادق، مشيرا إلى أن معدل مؤشر التضخم الأساس ارتفع بمعدل 0.1% مقارنة بالشهر السابق. أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي ارتفاع قيمة مبيعات العملة الأجنبية في المزاد المنعقد اليوم أكثر من 262 مليون دولار، وبلغ سعر الصرف 1190 دينارا لكل دولار وفقا لبيانات البنك المركزي في المزاد المنعقد بمشاركة 32 مصرفا وشركة تحويل مالي. وأوضح البنك أن حجم المبالغ المبيعة لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج بلغت قيمتها أكثر من 261 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي النقد المبيع 360 ألف دولار. أغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.1% متوقفا عند 468 نقطة و97. وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 8 شركات وانخفاض أسهم 11 شركة، فيما حافظت 8 شركات على أسعار أسهمها، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 456 سهما بقيمة زادت عن 519 دينارا عراقيا تحصلت من إبرام 518 صفقة شملت 27 شركة مساهمة من أصل 103 شركة مدرجة في البورصة. أكد عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي موحان أن كردستان العراق لن تحصل على موازنة أو مستحقات مالية في حال عدم التزامها ببنود الموازنة العامة 2020. وقال عبد الهادي موحان إن المادة العاشرة من الموازنة سيجري تغيير عليها، خاصة أنها شهدت تلاعباً من قبل كردستان العراق، حيث يحتم ذلك اتخاذ إجراءات بشأن هذه المادة لضمان عدم التلاعب بالموازنة. وأوضح أن كردستان العراق لن تحصل على مبالغ في موازنة 2020 في حال لم يلتزم ببنود الموازنة ولم يسلم الإيرادات النفطية إلى الحكومة في بغداد. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. إلى هنا تنتهي أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.